نرمين وصلنا لأولى محطاتنا على اليوم، وكنا عم نقول الصبح أهم شيء بحياتنا، دايما بنقول خلوا طاقة. عنكم طاقة إيجابية. أولى محطاتنا مع الطاقة، كتير مننا بيجهل مكامن الطاقة عنده، كتير مننا بيقول يا ترى فعلا المناسبات أو الأعياد بتحمل معها طاقة إيجابية. هاي المواضيع كلها رح نناقشها اليوم ونتعرف عليها، ورح نعرف كيف بنقدر نستفيد من طاقة المحبة اللي موجودة بالمناسبات مع خبيرة الطاقة غالية بغدادي. يسعد صباحك، صباح يسعد لي التفاؤل. صباحك حبيبة قلبي، يسعد لي صباحك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد لي صباحك يعني حبيبتي. مثل ما كنا عم نحكي، للعيد له طاقة. في ناس يمكن للأسف بتفكر طاقة سلبية أو بتعيش أجواء سلبية، ولكن بالمجمل عم نحكي عيد، يعني هو فرحة، تمام، فالمفروض يكون طاقة إيجابية. وين الطاقة الإيجابية اللي ممكن نحن أو كيف ممكن نحصل عليها بالعيد، أو كيف ممكن حتى نعززها؟ تمام. هلا كلمة العيد لحالها بتعطيكي فرح، او كلمة السعادة او اي كلمة فيها شيء ايجابي، بتحسي حالك انت عشتي هي الفرحة. لانه الكلمة، كل مرة انا بقولها انه الكلمة لها تردد كوني بالكون، فانت مجرد ما رددتي كلمات ايجابية فهتحسي انه الطاقة الايجابية عندك بلشت تعطي، حتى اللي حواليك بيتأثروا كتير بالطاقة الإيجابية. فأنا لما بكون عم أقول كلمة عيد فوراً بيخطر على بالك فرح، فوراً بيخطر على بالك لمة العيلة، فوراً بيخطر على بالك هي الطاقة الحلوة اللي نحن يمكن فقدناها. يعني بهذا الوقت بتحسي انه ناس مسافره وناس هون وناس هون، ففقدنا هي الطاقه الحلوه يمكن. بس مجرد ما انت رددتي هالكلمه انه عيد، بتحسي خلص في شيء بالبال او بيرجعك لمكان معين، بتحسي انه في نوع من الفرح. فقديش حلو نحن لما بنكون عايشين هاي الحاله، مو بس انا عم ردد انه يلا هلا العيد، بس شو بلحق بقى بكلمات ما بحب العيد او الله يعيننا من هالعيد. هلا هدول الناس اللي هن بطبعهم سلبيين، ما عندهم هي الفرحه او ما عندهم هدول الايجابيه اللي هن لازم يعيشوها، حتى يعيشوا معنى الكلمه ما عندهم اياها، فبتحسي بياثروا على حالهم، وثاني شيء بياثروا على محيطهم يلي حواليهم بترديد هي الكلمات السلبيه اللي هن على طول بيرددوها. نعم غالية، للأسف هي مو بس مجرد ترديد كلمات سلبية، حكينا كتير معك سابقا عن أنه هذا الترديد بيؤدي لسلوك. أكيد. يعني أنا مو بس عم أقول كلمة ممكن أدي لسلوك إلي يأثر علي، وبالتالي يأثر على المحيط اللي حواليه. بما أنه عم نحكي عن الطاقة الإيجابية، كتير مننا بيجهل كيف أنا ممكن طلع المفاتيح الطاقة مني، من نفسي، من الجو المحيط، حتى لو كان في شوية مثل ما بنقول منغصات أو شيء. كيف ممكن استفيد من المحبة اللي موجودة وأترك الشغلات المعرقلة على جنب؟ تماما، أكيد. هلأ أكيد ما في شخص إلا ما في بداخله هالطاقة الكامنة اللي بيقولوا على طول. الطاقة الكامنة هي إمتى بتتفجر؟ بتتفجر بأوقات معينة، عند الغضب أو عند الفرح. فأنا ليش هالطاقة الكامنة اللي أنا مخبي ليش ما فجرها بساعات فرح؟ يعني كون مبسوطة، حس بالفرحة، عيش الفرحة. ليش على طول الطاقة عندي وقت بدي فجرها ما فجرها غير بالعصبية، أو لما بدي عيط، أو لما بدي أعمل مشكل؟ يعني هل فكرتوا مرة أنه أنا طلع هاي الطاقة اللي عندي بطريقة ضحك، أو بطريقة أني أنا أعمل مثلا فوت على مكان شغلي هيك أنا عم بضحك وعم روق وعم أمزح مع هذا وأضحك معه، نطلع هاي طاقة المحبة اللي داخلنا. وكل شخص موجودة في طاقة المحبة، بس أنا لازم أعرف إمتى بدي طلعها وكيف. حتى طاقة السلبية أو طاقة الشر مثل ما بيقولوا كمان موجودة فينا. يعني على طول نحن في عنا الطاقتين اللي هن على طول معروفين بالطاقة، هي الين واليانغ، طاقة الخير والشر. وعلى طول بيورجوك هي بالصورة انه قد ما كان عندك شر بيكون في نقطة خير، وقد ما كان عندك خير بيكون في هالنقطة السوداء اللي بتعطيك الشر. فنحن على طول لازم لا نتغلب على الشر اللي عنا، او نتغلب على السلبية اللي عنا بترديد كلمات معينة، انه انا اعطي حتى التفاؤل لحالي اول نقطة، باني انا اشتغل على الطاقة الايجابية داخلي ترديد أول شيء على حالي. يعني بقول أنا سعيد، أنا نشيط، أنا مثلا لطيف، ما عرفتي كيف. يعني أول شغلة بدك تدعمي حالك، إذا أنت ما دعمتي حالك صدقيني ما حدا بيدعمك. إذا أنت ما عطيتي لحالك الطاقة الإيجابية مستحيل حدا يقدر يعطيك إياها. حتى لو أنا إجيت قلت لك مثلا أنت كتير حلوة وما شاء الله عليك وبتجنني، إذا أنت من جوا فايقة الصبح ومطلعة على المراية، ليش هيك أنا؟ إيه مالي حابة حالي، والله كله مو عاجبني، شعري مو عاجبني، أنا قد ما إجيت مدحتك وقلت لك أنت حلوة ما حتكوني مقتنعة بالفكرة. فكري عم جامل.
تماما بتفكري مو جامله، لان انت من داخلك مبلشه انك انت عم تدعمي حالك بالكلمات السلبيه. هاي نقطه. النقطه الثانيه، عطول عقلنا الباطن عطول بيخزن المعلومه بس نرددها اكثر من مره. يعني انت اول مره، ثاني مره، ثالث مره، مو عاجبني حالي او مو عاجبني شغلي او كذا، فعقلك الباطن شو بيصير؟ بيخزن هالمعلومه. فبتصيري انت مجرد ما وقفتي على المرايه، هو شو مخزن قبل؟ انه انت لازم تقولي انا ما حلوه مثلا، او انا طالع لي حب، او انا شعري خفيف، او انا كذا، او انا كذا، او انا سمنانه. فشو بيصير عقلك الباطن بيشتغل على هالفكره. خطيره كثير. تماما. فبيصير تماما فبيصير بيشتغل تماما فبيصير بيشتغل لك على الفكره. مجرد ما وقفتي على المرايه، لو كنتي نحفانه وكثير وكل الناس عم بيقولوا لك نحفانه نازل وزنك، مجرد ما وقفتي على المرايه، ومنين نحفانه؟ والله سمنانه. ليه؟ لانه انت مخزنه، او انت عاملتي كارما لك بهي الطاقه السلبيه او بالكلمات السلبيه. تمام. فانت كيف بدك توقفي تشوفي حالك؟ يعني نحن في عنا احيانا حالات مرضيه بتكون جدا نحيفه، ومجرد ما توقف حالها على المرايه بتشوف حالها انه هي كثير سمينه. كثير بيمرقوا علينا هيك حالات. من شو هاد؟ بتكون المعلومه السلبيه تخزنت عندها. فمجرد ما وقفت شافت حالها، عقلنا الباطن شو بعيد نفس النقطه، فشو بيصير؟ بفكرها انه بيذكرها انه انت سمينه، فخلص هي شايفه حالها سمينه. فشوفي نحن قد ايه بنفكر بطريقه يمكن غلط، وقديش بنشحن حالنا بطريقه كثير سلبيه. تماما. يعني اذا بدنا نرجع لموضوع العيد، يعني في شغلات او ضغوط معينه بيفكر الواحد انه عم بيعاني مثل منها، مثلا زيارات الاقارب، يمكن عجقه الاولاد الصغار، يمكن كثره الاجتماعات. في اشخاص بيقول لك انا ما كثير بحب الاختلاطات او الاجتماعات. فهنا عم نحكي نحن عن عيد، يعني هي الطاقه الحلوه حولوها لطاقه يمكن سلبيه. تمام. كيف ممكن نحن نتغلب على هي النقطه؟ كيف ممكن هن خلينا نقول يفكروا بالموضوع من جانب ثاني؟ تماما. هلا نحن كلمه العيد يمكن حملناها كثير طاقه سلبيه. رح اقول لك ليش. لانه نحن حملنا حالنا عبء اكثر من اللازم. كيف يعني؟ صرت انا صارت كلمه الاعياد بشكل عام للتفاخر، يعني لازم اكون لابسه احلى شيء، لازم اكون حاطه احلى الحلويات واحلى. لا، ما هيك. العيد هي للالفه، للمحبه، للاجتماع، للبساطه. لو كان شيء كثير بسيط، لكن ان شاء الله فنجان قهوه وكاسه عصير. المهم شو؟ المهم اللمة، المهم الجمعة، المهم أنا أكون مرتاح. العيد هو بحياته مكان عبء، العيد بحياته مكان تقل علينا أني أنا بس بدي أفكر. بس نحن مع الجوع يعني نعاني منه، أنه صرنا لا، نحن عنا كلمة الأعياد يعني للتباهي وللتفاخر، أنه أنا لازم أكون لابسة الماركات، لازم أكون أنا بيتي الحلويات الفاخرة، ولو بدي أدين. يعني هلأ قديش منطلع بعد العيد بتلاقي ناس بتقلك أنا أدينت على العيد مبلغ وقدر وكذا وكذا بشأن. طب ليش؟ ليش انت عم بتحمل حالك هذا العبء؟ ليش ما تنبسط بالعيد ببساطته؟ تنبسط بشيء اللي هو عقدك، تفرح بكلمة العيد، تفرح باللمة، نفرح بالشغلات البسيطة. للأسف نحن وصلنا لمرحلة الشيء البسيط ما عاد فرحنا، بعكس وقت كنا زمان يمكن كنا شغلة بسيطة كتير يجيبونا أهلينا شغلات كتير بسيطة نفرح فيها كتير. هلأ لا، وصلنا لمرحلة إذا ما كان شيء كتير فخم أنا ما بيفرحني. هي برمجة، أنا برمجت على حالي على هذا الشيء، فأنا كيف بدي زبط أموري بعد؟ فبشان هيك بتلاقي ناس مجرد ما قلتي عيد، يا لطيف عيد يعني شغلة هلأ كبيرة، إنه هلأ مصروف، ربطوا العيد بالمصروف، مع أنه هو ما له علاقة أبدا. العيد للفرحة، العيد لللمة، العيد لحتى إجازة يكون إلي اجتمع بالعيلة، لأنه بالفعل صرنا هلأ ما بنجتمع مع بعضنا غير بالأعياد بالمناسبة. تماما. فليش ما تكون هي الجمعة بس انبسط فيها، مش للتباهي أو للتفاخر أو أنا لازم أكون عاملة كل شيء. لا أبدا أبدا. أكيد. يعني غالية مثل ما حكينا، يمكن برمجة الإنسان هي الخطوة الأولى، مو بس لحتى يتقبل كل شيء عم بيصير معه، أو لحتى يحس يمكن بقيمة العيد وبقيمة مناسبات كثير فقدناها بسبب أنفسنا. خلينا نحكي شوي أكثر بمجال البرمجة، مو بس نحن نردد كلمات، يمكن في تصرفات كمان مهمة لازم نعملها يومياً، إن كان بالمناسبات، إن كان بحياتنا اليومية، لحتى نقدر نمتلك هاي المهارة، مهارة البرمجة، مهارة تخطي المشاكل الاعتيادية. أكيد. اللي بتصير معنا. تماما. هلأ إذا بدنا نحكي مثلا عن برمجة العيد، أو هلأ طاقة العيد مثلا، إذا بدي أحكي أنا صلي فترة مثلا بشغلي مشغولة، البيت مثلا ما عم بيصير مثل ما يجب، بتعرفي كل أول يعني قبل العيد على طول الناس بقى بدها تنظف، بدها تزبط بيتها. أنا ليش ما يكون تنظيف بيتي بطريقة
الطاقية، يعني تنظيف الطاقي للمنزل حتى أنا حس إنه بيتي بالفعل أنا نظفته من الطاقة السلبية، بتحسي حالك أنتي مرتاحة، وهو إني أنا أفتح شبابيك البيت كله، يعني خلي الهواء يفوت أو حتى إذا في شمس خلي الشمس تفوت على البيت، نفتح شبابيك البيت كله، نعطيه هذا نهار التنظيف يكون تنظيف مو بس لهالقصص حتى تنظيف الطاقي، أنا أفتح شبابيك البيت، خلي البيت مثل ما بيقولوا يتهوى. الشيء الثاني فوت على غرفتي افتح الخزائن وافتح الدروج، انا مو انكوت يعني مجرد ما حكيت الكلمه الناس تفكر انه نكت، لا انا بس افتح الابواب، مجرد ما انت فتحتي اي طاقه سلبيه مخزنه جوا خزانتك، يعني وتقول انا جوا خزانتك يعني ثيابك، الثياب انت على طول بتطلعيها بتلبسي ثيابك بتحسي حالك متوتره، بترجعي بتشلحي بترجعي بتلبسي، طب ليه هذا التوتر؟ التوتر انك انت الثياب هي لبستيها بوقت معين كان عليك المشوار فيه طاقة سلبية، فأنت حملتي هالطاقة ضلت معك، أنت بتعرفي أنه تيابك بتمص من طاقتك الطاقة السلبية، تمام؟ أنت رجعتي شلحتي تيابك على تياب الخزانة، تمام؟ الطاقة السلبية وين ضلت؟ ضلت بالخزانة، تمام؟ وهدول التياب خلص ضل فيهم طاقة سلبية، أنا ما بنظف تيابي بطريقة صحيحة، التنظيف مو بس أني أنا أغسل التياب، لا، التنظيف أني أنا خليهم شوي محطوطين برا يتعرضوا للهواء حتى تنضف هالطاقة الموجودة. نحن منشلح تيابنا شو ما كانت حالتنا معصبين كذا فورا منحطها بالخزانة، هون انتي الخزانة صار شو فيها طاقة سلبية، بترجعي بتلبسي التياب بترجعي نفس التعب بتحسي، شو بتصيري بتقولي انتي بتشائم من هدول التياب ما بيريحوني، تمام؟ فأنا لما بقول تنظيف الطاقة بفتح الخزائن بفتح خلي كل شيء عندي حتى المطبخ افتح الدروج افتح كل شيء خلي انه يكون في طاقه او الهواء يتخلل كل هدول القصص يعني يدخل داخل الخزائن داخل التياب. الشيء الثاني طريقه التنظيف انا على طول بحكي عنها لما انا بدي انظف بيتي بطريقه عاديه بالمي بس حط مع المي شويه ملح يعني معلقه صغيره ملح للمي يلي انا عم نظف فيها، حاول انه انا مثلا حتى لما بدي امسح الغبره لما بدي امسح مثلا مفروشاتي يكون في شويه ملح. ليش الملح؟ الملح لانه كثير بيكسر الطاقه السلبيه الموجوده بالمكان، وانا كل مره بقول وبرجع بقول انه نحن الاماكن اللي بنجلس فيها كنباياتنا او كراسينا بتحمل طاقه، يعني انت هذا المكان مكانك ليش بترتاحي فيه؟ لانه طاقتك موجوده فيه، بتقولي انا هذا مكاني ما فيني غيره، طاقتك موجوده فيه، فانا لازم اكسر هذا الروتين كل فتره نظف الطاقه الموجوده، كيف بنظفها؟ بالمي والملح، بحط شويه مي وملح وبنظف، لانه انا اذا قعدت بمكاني كنت مريضه او كان عندي طاقه سلبيه بتضل مشحونه، بترجعي بتعدي قد ما كنتي رواء بتحسي حالك رجعتي تعدي، فتنظيف المي والملح كثير مهم، فانا فتحت هويت البيت بطريقه صحيحه، بعدها شو بعمل؟ بعدها برجع بسكر كل شيء، برتب كل شيء، برجع بس شو بعمل؟ بجيب بخور، بخور الصندل اللي هو معروف من خشب الصندل، يلي هو بالفعل بكسر كثير الطاقه السلبيه الموجوده بالمكان، وبحاول بخر بيتي بهذا البخور يلي هو بعد ما نحن نظفنا كسرنا حتى هي الطاقه السلبيه الموجوده بالمكان، فبتحسي حالك انت عملتي شيء بالفعل البيت صار كله في طاقه هدوء وسكون ورواء، بتحسي حالك كثير مرتاحه، حتى ثيابك بتطلعيها بتلبسيها بتحسي حالك كتير مرتاحة مو مثل قبل اني عم ضلي عندك التوتر. يعني يمكن هاي المفاتيح اللي حكيتي عنها غالية هي تصرفات بسيطة ولكن رح نلاقي الفرق فيها لما بتصير نمط حياة. بنتمنى هيك ان شاء الله يا رب بيوم الجمعة نكون عطينا للناس شوية طاقة إيجابية معك. شكرا كتير لك غالية. تسلمي. شكرا كتير لك غالية ولكل الطاقة الحلوة اللي عطيتنا اياها، واكيد كل عام وانت بألف خير يا رب. بألف خير حبيبتي، تسلمي لي.